هم سألت روحك سابقا إذا أجي طفل انولد بالطيارة شنو راح تكون جنسيته؟ أو هواي سمعنا إنه الامتيازات اللي راح يحصلها الطفل داخل هاي الطائرة من قبل الشركة أو من قبل الدولة اللي فاتها من يمها الطيارة. اليوم بهذا الفيديو راح نشرح على هذا الموضوع، وراح أخليك تتمنى يصير طفلك ينولد داخل السلام الطيارة. عليكم. وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم راح نحكي عن موضوع مهم، وبالفترة الأخيرة هواي من الأصدقاء سألوني وقالوا لي إذا صارت حالة ولادة في الطائرة فشنو جنسية هذا الطفل؟ لما سويت بحث بالإنترنت وكذا لقيت هواي ناس فيديوهات، يعني الناس ما تشتغل بالطيران مسوي فيديوهات على هيجي موضوع، وأكو شغلات حلوة حاكينها وهي حقيقية وأكو شغلات لا مبالغ بيها. اليوم المعلومات اللي راح أعطيكم إياها هي مثل ما نقول امتيازات لهذا الطفل راح ينولد بالطيارة، بس مو كل شركات الطيران تعطي هاي الشغلات اللي راح نحكيها، لكن أغلب الشغلات اللي راح نحكيها هي راح يحصل عليها هذا الطفل. أول شغلة لازم تعرفها إنه المرأة الحامل بالأشهر مالتها الأخيرة من تصعد للطيارة ويلاحظها طاقم طائرة فراح يسألها إنه هي عندها تقرير طبي من الطبيب انه سامح لها يطير، واذا بهاي الحاله كان ما عندها فلازم تكتب تقرير بنفسها وانه تطير على مسؤوليتها، لان هذا بخطر طبعا للطفل. على ما اعتقد الاشهر بالبدايه والاشهر بالنهايه هن هذني اللي شويه بهن خطوره تصير على الطفل. فبعد ما يتاكدون الطاقم من هذا الشيء فراح يطيرون بخير وسلامه. خلينا نفرض وبالجو وصارت عندها حاله الولاده، طاقم الطائره اول شغله راح يسويها راح يبلغ الكابتن، مثل اي شيء يصير لازم يتبلغ الكابتن اول شغله، فراح يتبلغ الكابتن انه اكو حاله ولاده عندنا. هم راح يقومون بواجبهم طبعا طاقم الطائره، بالاضافه الكابتن راح يضبط ويا برج المراقبه على اقرب مطار حتى يسوي هبوط بيه وتجي الاسعافات ويقومون بواجبهم. الشغله الثانيه اللي اريد انوه عليها انه طاقم الطائره يعني طاقم التظيف من ضمن تدريباته السنويه اللي هي على الاسعافات الاوليه وعلى حالات الطوارئ وعلى كل الامور اللي يتدرب عليها، بالاضافه هو مدرب انه اذا صارت حاله ولاده شلون يتعامل ويا هذا الموضوع وعنده خلفيه على هذا الموضوع. فطاقم الطائره راح يقومون بواجبهم ويا الام وراح يساعدوها على الولاده. خلينا نفرض انه قبل الهبوط بالمطار المعين صارت هاي الولاده، شنو الجنسيه اللي راح يحصلها والامتيازات اللي راح يحصلها هذا الطفل اللي انولد داخل الطائره؟ اول جنسيه راح يحصلها راح يحصل جنسيه البلد اللي كانت الطياره فوق الاجواء مالته من ولد هذا الطفل. ثاني شيء راح يحصله هذا الطفل اكو شركات طيران تعطيه جنسيه مال بلد مال شركه الطيران اللي طاير انولد عليها تعطيه هم جنسيه، مثلا هو انولد على الخطوط التركيه وكانت هي طايره فوق الاجواء الفرنسيه فراح يحصل مال فرنسا الجنسيه لان كانوا فوق اجواهم، وراح يحصل الجنسيه التركيه لان هو كان طاير على شركه الطيران التركيه. فموضوع حلو هذا صراحه. الشغله الثالثه شنو؟ انه اكو شركات تعطي امتيازات بعد لهذا الطفل، شنو هاي الامتيازات؟ انه تعطي تذاكر سفر لحد ما يوصل عمره 18 سنه، واكو شركات ما تعطي تذاكر سفر انما توفر له فرصه عمل في هذه الشركه اللي انولد عليها، يعني بشركه الطيران اللي انولد عليها من يصير عمره 18 وفوق فحتوفر له هاي الفرصه، وعده امور اخرى، بس مثل ما قلت لكم هاي الامتيازات تختلف من الشركه الثانيه، يعني مو شرط انه كل هذني الامور يحصلها، لكن من 90 الى 99% الامور المؤكده انه راح يحصل الجنسيه مال البلد اللي انولد فوق الاجواء مالته. زائدا هواي شركات ماخذه، يعني سويت بحث وكذا، اكو شركات طيران تعطي جنسيه لهذا الطفل. مثل ما اعطيتكم بالمثال، بس نرجع ونقول انه هاي الامتيازات مو كل شركات الطيران يعني تسويها، لكن امتيازات كلش حلوه. اعطوني رايكم بالفيديو وقولوا لي شنو جاب بالكم اول ما سمعتوا بهاي الامتيازات، واريدكم تقولوا لي بالتعليقات بالمستقبل اذا صارت حاله ولاده عندكم وين تريدون ابنكم ينولد فوق اجواء اي دوله، اكتبوا لنا بالتعليقات. اتمنى عجبكم الفيديو وعطونا رايكم بهاي الفيديوهات، انه هاي الاسبوع بدي اسويها فيديوهات معلومه قصيره وفيديو قصير، يعجبكم هيك شيء نمشي عليه او نغير نرجع على المنهاج القديم، لان التغيير حلو ومطلوب. فاتمنى اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك بالقناه وخلينا لايك على هذا الفيديو، لا تنسون علقونا على هذا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي او بالفلوق الجاي في امان الله.